الإذاعي، أنتم زهور تونس، أنتم ذكاء تونس، أنتم جمال تونس، أنتم ثقافة تونس. أنا لا أشكركم لأنكم أديتم الواجب، واجب نداء وطنكم. ولي ثقتي، ولي ثقة في الله وفيكم جميعا أن لا تتركوا وطنكم للغربان. أبنائي وأخواتي، إحنا لا نطلب حق الغير، نطلب حق هذا الوطن، حقه المغصوب. إخواني، عندما كانوا في هيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، نوقش المرسوم الذي نادى إلى الانتخابات، وفي نقاش المرسوم كانت المدة المحددة بسنة، ثم صدر المرسوم وفيه نص بسنة، ولم يعترض منهم أحد، لم يعترض منهم أحد. ثم نادت بعض الأصوات لضمان المسيرة بأن يتم استفتاء لتحديد المدة بسنة، فعرضوا طوعا، عرضوا طوعا بأن يوقعوا بالتزام بأن لا تتجاوز المدة سنة، وصرحوا جميعا، جميعهم من الغنوشي إلى بن جعفر إلى غيرهم، بأنهم باقون سنة واحدة. واليوم بعد سنة وقرابة 9 أشهر، ماذا يفعلون في السلطة؟ ماذا يفعلون؟ وبأي حق؟ أخواني، كل يوم يبقون فيه في السلطة هو يوم اغتصاب هذا الوطن، وإذا تركناهم لن يغادرونه إلى الأبد، لن يغادرونه إلى الأبد. فأخواني، يمكن أن تطول المسيرة، يمكن أن تطول المسيرة، لكن أما قصيدة أردنية تقول إيه، أغنية غنيوها، يقولوا اللي مضيع ذهب يروح للسوق يلقاه، واللي مضيع محب يفوت الزمن وينساه، واللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. أخواني، احنا مستعدين لأن نضيع كل شيء إلا هذا الوطن. احنا الكبار إذا اليوم سكتنا عن اغتصاب الحق، كيفاش نخزر لوجوهنا في المراية؟ كيفاش ولدك يقول لك كيفاش أنت جبان؟ كيفاش قبلت بأنه ناس جهلة وقتلة تقبل أن يغتصبوا هذا الوطن؟ ولدك يحتقرك، بنتك تحتقرك، ومرتك تحتقرك، أين شهامتك حتى تعطيني هذا كمستقبل؟ أين شهامتك حتى تعطيني دعاة المفاخذة ودعاة الذبح ودعاة التقتيل باسم التكبير؟ أين شهامتك حتى تترك لي هذا الوطن المغتصب؟ إخواني، يجب أن نكون مستعدين لا لاغتصاب حقوق الغير، ولكن لمنع اغتصاب حقنا. احتمال أن هم معملين على الملل والكلل، احنا نمل او نكل. اخواني، هذه معركة لا تتحمل لا ملل ولا كلل، هذه معركة الحياة، معركة الشرف. تغسر نفسك في المراية تقول انا انسان،
أنا وطني، أنا ابن هذا البلاد، أنا أدافع عنها بدمي. أخواني، يجب أن نكون مستعدين للتضحيات، تضحيات بوقتنا، بمالنا، بصحتنا، واحتمال أن يلجؤون للعنف، لكن الدرع ضد العنف هو هذا الجمع الكريم، لأنهم جبناء يضربون ويعتدون على القلة القليلة. أين اليوم رابطات تخريب الثورة؟ أين هم؟ لأنهم يعرفون إذا غامروا بالمجيء إلى هنا سوف يندمون عن ذلك، فهم جبناء، لن يأتوا إلينا اليوم، لن يأتوا إلينا اليوم. أخواني، يجب أن نستطلع طريقة ثورة وطريق مسيرة ثورية تدرجية حتى إن طال الزمن. يجب أولا، الأصدقاء والأخوان اللي جاءوا من الجهات، يجب أن نحتل كل مراكز السلطة في الجهات لمنع تواصل هذه الحكومة المغتصبة. أحيي أبطال سيدي بوزيد، أبطال سيدي بوزيد، حياكم الله، أنتم شرفاء، حياكم الله، أنتم شرفاء، أنتم فخر لهذا الوطن العزيز، أنتم فخر لهذا الوطن العزيز، وسوف تبقون كذلك. فجرتم الثورة الأولى وفجرتم الثورة الثانية، والثورة الثانية سوف تكون ثورة ديمقراطية قاعدية محلية، مش الوالي يعين رئيس الجمهورية حتى ينقل التعليمات إلى الرعية، لا، الوالي يجب أن يكون منتخب من الولاية حتى ينقل إرادة الأهالي بالولاية إلى القمة وليس العكس. هذه الثورة الحقيقية، مش ثورة حقيقية حتى نستنسخ ونستنتج وننتج ما كان موجود سابقا. أخواني، وعنا قضية اللي هي مصيرية، قضية مقاومة الإرهاب. لقد رعوا الإرهاب لمدة طويلة، الناس اللي قتلوا جنودنا الأبطال أطلقوا سراحهم في الروحية، في برع علي بن خليفة، في كل الأماكن. الناس اللي ذبحوا المرحوم البطل الشهيد محمد السبوعي ذبحوه بنداء الله أكبر، ذبحوه ضابط شرطة، ذبحوه. وأنا أتوجه إلى أخواني وأبنائي في الشرطة، هذم سبب البلية، بدأوا بذبحكم، يسمونكم الطاغوت ونحن نسميكم إخواننا وأبناءنا، احنا ندافع عن حقكم وعن حقوقكم. فكونوا مع شعبكم، ومن السهل جدا أن تكونوا مع شعبكم، فقد طبقوا القانون ولا تطبقوا التعليمات. التعليمات تخلصنا منها ولن نرجع لها. أبنائي الأمنيين، من هذا المنبر أحييكم وأشد على أيديكم، لأنكم أنتم أيضا أبطال. أبنائي، يجب أن نكون مستعدين للتضحية وللتصعيد أيضا، كلفنا ذلك ما كلفنا. وفي مقاومة الإرهاب يجب أن نكون صفا واحدا مع الأمن ومع الجيش، مع صفا واحدا، معنى حتى إذا أدى بنا الأمر أن نقاتل مع جيشنا ومع أمننا لنستعد لذلك، نستعد لذلك. وأخيرا أحييكم وأقول أنه بهذه النخبة الحاضرة اليوم، بهذا الذكاء الحاضر اليوم، بهذه الوطنية، لا يمكن لأحد أن يغتصب فيما بعد هذا البلد. ثقتي في الله وفيكم،
اخواني وابنائي، اوقفوا لبلادكم وتوقف معاكم، وشكرا.